تفسير القرآن الكريم فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الستار السيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نتابع معكم تدبر آيات القرآن الكريم، حيث توقفنا في اللقاء الماضي عند بداية سورة النور. سورة النور مهمة جدا، هي سورة 24 في ترتيب المصحف الشريف، تقع في الجزء 18. طبعا هي سورة مدنية، أي نزلت في المدينة، كلها أحكام بالإجماع. سميت سورة النور لتنويرها طريق الحياة الاجتماعية للناس، ببيان الآداب والفضائل وتشريع الأحكام والقواعد، ولأنها تتضمن الآية المشرقة: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة، إلى آخر الآية. أي أن الله منورهما، فبنوره أضاءت السماوات والأرض، وبنوره اهتدى الحيارى والضالون لطريقهم. كما قلت، اشتملت هذه السورة على أحكام مهمة تتعلق أولا بالأسرة، من أجل بنائها على أرسخ الدعائم وصونها من المخاطر والعواصف، والتركيز على تماسكها وتنظيمها وحمايتها من الانهيار والدمار. فكان مقصود هذه السورة ذكر أحكام العفاف والستر، وبدأت طبعا ببيان حد الزنا وحد قذف المحصنات وحكم اللعان عند الاتهام بالفاحشة أو لنفي نسب الولد، من أجل تطهير المجتمع من الانحلال والفساد واختلاط الأنساب. وطبعا بعدا في هذا عن هدم حرمة الأعراض، صون المجتمع من التردي في الإباحية والفوضى. ثم ذكرت سورة قصة الإفك، طبعا المشهورة والتي سنتحدث عنها، المبنية على سوء الظن والتسرع بالاتهام لتبرئة أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، ومحاربة شيوع الفاحشة وترديد الإشاعات المغرضة التي تهدم صرح المجتمع وتقوض بنيانه، التي ينبغي أن تقوم على الثقة والمحبة والابتعاد عن وساوس الشيطان والأكاذيب. ثم تحدثت السورة عن باقة من الآداب الاجتماعية في الحياة الخاصة والعامة: الاستئذان عند دخول البيوت، غض الأبصار، حفظ الفروج، إبداء النساء زينتهن لغير المحارم، مما يدل على تحريم الاختلاط من غير المحارم، وتزويج الأيامة غير المتزوجين من الرجال والنساء، والاستعفاف لمن لم يجد مؤنة الزواج من أجل تحقيق الاستقامة على شريعة الله، وصون الأسرة المسلمة، ورعاية حال الشباب والفتيات، والبعد عن الفتنة. ثم أبانت مزية تشريع الأحكام بأنه نور وهدى وفضل، وهذا الفضل فضل آيات القرآن الكريم. وبينت مكانة بيوت الله وهي المساجد، وعدم جدوى أعمال الكفار، وتشبيهها بالسراب الخادع أو ظلمات البحر. طبعا وبعد ذلك كان هناك تنبيه للناس إلى أدلة وجود الله ووحدانيته في صفحة الكون الأعلى والأسفل، من تقليب الليل والنهار وإنزال المطر وخلق السماوات والأرض وخضوع جميع الكائنات الحية لله عز وجل، وطيران الطيور وخلق الدواب ذات الأنواع العجيبة. ثم انتقلت السورة إلى وصف مواقف المنافقين والمؤمنين الصادقين من حكم الله والرسول، طبعا إعراض الجزء الأول وطاعة الجزء الثاني، ووعد المولى سبحانه وتعالى للمؤمنين الذين يعملون صالحات بالاستخلاف في الأرض. ثم عادت الآيات لبيان حكم استئذان الموالي والأطفال في البيوت في أوقات ثلاثة، وحكم رفع الحرج عن ذوي الأعذار في الجهاد وعن الأقارب والأصدقاء في الأكل من بيوت أقاربهم بلا استئذان،
واستئذان المؤمنين الرسول صلى الله عليه وسلم عند الانصراف، وتفويضه بالإذن لما شاء، وتعظيم مجلسه، ومناداته بأدب جم وحياء وتبجيل يليق به وبرسالته صلى الله عليه وسلم. هذا مختصر. سنبدأ الآن مباشرة ببداية السورة. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. طبعا سنبدأ بها، لكن اسم النور لو استقرأنا موضوع كل السورة، سورة النور، نجد النور شائعا في كل أعطافها. لا أقول آياتها ولا أقول كلماتها، لكن النور شائع في كل حرف من حروف هذه السورة. قال العلماء لأن النور من الألفاظ الذي يدل عليها نطقها ويعرفها أكثر من أي تعريف آخر. فالناس تعرف النور بمجرد نطق هذه الكلمة، مش تقول نور. والنور لا يعرف إلا بحقيقة ما يؤديه. شو هو؟ تتضح به المرئيات، تتجلى به الكائنات، وإلا ما شفنا حدا، ما شفنا شيء. فلولا هذا النور ما كنا نرى شيئا. إذن يعرف النور بخاصيته، وهو الذي يجعل لنا قدرة على أن نرى، بدليل أنها إن كانت في ظلمة لا نراها. إذا فالنور لا يرى، ولكن نرى به الأشياء. فالله تعالى نور السماوات والأرض، ينورهما لنا، لكن لا نراه سبحانه وتعالى. كل أدلة الكون مرئية، وكانوا في الماضي يعتقدون أن الإنسان يبصر الأشياء بشعاع يخرج من العين فيسقط على الشيء فنراه، إلى أن جاء العالم الإسلامي الحسن بن الهيثم وأبطل هذه النظرية وقال إن الشعاع يأتي من المرئي، يعني من الشيء، إلى العين فتراه، وليس العكس. واستدل على ذلك بأن الشيء إن كان في ظلام لا نراه، ونحن في النور، فلو أن الشعاع يخرج منك لرأيته ولو كان في ظلام. في ضوء هذه النظرية نفهم قول الحق سبحانه وجعلنا آية النهار مبصرة، فهي مبصرة لأن الشعاع يأتي من هناك، فكأنها هي التي ترى. لذلك سمى الله سبحانه وتعالى المنهج الذي يهدي الناس في دروب الحياة نورا. وسورة النور جاءت لتحمل نور القيم، نور المعنويات، نور التعامل، نور الأخلاق، نور الإدارة والتصرف. وما دام أن الله تعالى وضع لنا هذا النور، فلا يصح للبشر أن يضعوا لأنفسهم أنوارا كما يشاءون. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فلو لم تكن هذه الشمس ما استطاع أحد أن يصنع لنفسه نورا أبدا. فالحق تبارك وتعالى يريد لخليفته في أرضه للإنسان أن يكون طاهرا شريفا كريما عفيفا عزيزا. لذلك وضع له من القوانين ما يكفل له هذه الغاية. وأول هذه القوانين وأهم هذه القوانين التقاء الرجل والمرأة التقاء سليما في وضح النهار، لينتج عن هذا اللقاء نسل طاهر جدير بخلافة الله في أرضه. ذلك أول ما تكلم الحق سبحانه في هذه السورة، تكلم عن مسألة الزنا. نفهم من هذا أنه لا يلتقي رجل وامرأة إلا على نور من الله وهدى من شريعته الحكيمة في الزواج، لأنه عز وجل هو خالق الإنسان، وهو أعلم بما يصلح لهذا الإنسان، وهو خالق لذراته ويعلم كيف تنسجم هذه الذرات بعضها البعض، وهو سبحانه خالق ملكات النفس ويعلم كيف تتعايش هذه الملكات ولا تتنافر. إن من أقصى تجارب الحياة على المرء أن يشك في نسبة ولده إليه وأن تعتصره هذه الفكرة، فكارثة. ولده فلزة كبده، فأنه يشك فيه، فيتلهف الأب دائما
لولده، يجوع ليشبع، يتعرى ليلبس، فكيف إذا شك به؟ فإذا الله سبحانه يريد النسل المحطوم بالأبوين في أبوة صحيحة شرعية وأمومة صحيحة شرعية، اجتمعا على نور الله. فالله يريد أن يأتي خليفته الإنسان في أرضه من إخصاب طاهر على أعين الناس جميعا في نور الله المعنوي، في حفل يراه الناس جميعا، في زواج على كتاب الله وعلى سنة رسوله. يريد للزوج أن يأتي من الباب في ضوء هذا النور، لا أن يتلصلص في ظلام من باب آخر. لذلك يتوعد الله سبحانه وتعالى من يخالف هذا المنهج، ويريد أن يفسد شرف الخلافة التي يريدها الله طاهرة، ويدنس النسل ويوغر الصدور بالأحقاد والعداوات، وقد تؤدي إلى القتل، يزرع الشك في نفوس الخلق، جرائم العرض. لا يقتصر الضرر على العداوات الشخصية، إنما تتعدى هذه الأضرار إلى المجتمع كامله. كذلك الحال هذه في مسألة الزنا، لأن الزاني لا يقتصر شره عليه وحده، إنما يتعدى شره إلى المجتمع كله، طبعا مع مراعاة أن الشرع فرق بين الزاني المحصن وغير المحصن، المتزوج وغير المتزوج، وكذلك الزانية. ففي حالة الإحصان تتعدد المآت في المكان الواحد، هذا خطر شديد. نبدأ الآية. سورة أنزلناها وفرضناها، سورة مأخوذة من سور البيت، هي طائفة من نجوم، وهي أيضا هون سورة يعني طائفة مجموعة من نجوم القرآن أو آياته، محوطة ببداية ونهاية، تحمل أحكاما قد تكون طويلة كسورة البقرة أو قصيرة كالإخلاص والكوثر. فليس للسورة كمية مخصوصة لأنها توقيفية، أي هكذا جاء بها جبريل. سورة أنزلناها، نفهم من أن الإنزال من أعلى من فوق، يعني فإذا تأتي من هو أعلى منك، يقول الأعلى أنا أنزلت هذا القرار، الأعلى ينزل والأدنى يرفع. سورة أنزلناها وفرضناها، فرضناها الشيء المفروض يعني الواجب أن يعمل، لأن المشرع سبحانه قاله وحكم به وقدره، ومنها قول الحق فريضة فنصف ما فرضتم، أي نصف ما قدرتم. إذن كل شيء له حكم في الشرع، فإن الله تعالى قدره تقديرا حكيما على قدره. إذن سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات واضحات، تطلق الآيات كما قلنا على مجموع آيات القرآن أو آيات الكونية أو المعجزات التي أتي بها الرسل لتثبت وتثبت صدق الرسل. هذه الآيات آيات القرآن الحاملة للأحكام، في هذه السورة كما قلنا كثير من الأحكام، حتى قال الله سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض نور على نور، فطالما أنكم أخذتم نور الدنيا وأقررتم أنه الأحسن وأنه إذا ظهر ألغى جميع أنواركم، فكذلك خذوا نور التشريع واعملوا به واعلموا أنه نور على نور. إذا لديكم من الله نوران، نور حسي ونور معنوي لعلكم تذكرون. إذا بعد أن قال سبحانه سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات كذا وكذا، يجب أن تستقبل بأن يحسن الإنسان التطبيق وتطبيق الأحكام. لعلكم تذكرون فيها حث وإلهاب لنستفيد بتشريع الحق للخلق. ثم يبدأ المولى بالحديث عن أول قضية خطيرة فرضها على عباده، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. طيب، الزانية والزاني، قلنا أن الله سبحانه وتعالى تناول هذه المسألة حرصا
على سلامة النشأ وطهارة هذا الإنسان الذي جعله الله خليفة له في الأرض. وحين نتأمل السياق القرآني في هذه الآية نجد أن كلمة الزاني لو قلت زاني تدل على الأنثى والذكر، ففي اللغة الاسم الموصول الذي للمفرد المذكر والتي للمفرد المؤنثة، واللذان للمثنى المذكر واللتان للمثنى المؤنث، والذين لجمع الذكور واللائي لجمع الإناث. لكن هناك أسماء تدل على كل هذه الصياغ، مثل من ما ال، جاء من أكرمني وجاءت من أكرمتني وجاء من أكرموني، نفسها جاء. فالزاني تدل على المؤنث وعلى المذكر، لكن الله سبحانه وتعالى ذكرهما هنا صراحة ليزيل ما قد يحدث عند البعض من خلاف أو التباس أيهما السبب في هذه الجريمة. هذا الخلاف الذي وقع فيه حتى الأئمة والفقهاء، فهناك من يقول الزاني فاعل واطئ والمرأة موطوءة، فالفعل للرجل لا للمرأة، فهو الذي يتحمل هذه التبعة. لذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه يحكى أن رجلا ذهب للنبي كما قال، ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، وطعت امرأتي في رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كفر، كفر، تصوم شهرين متتاليين. أخذ الشافعي من هذا الحديث أن الكفارة إنما تكون على الرجل دون المرأة، وإلا لقال النبي صلى الله عليه وسلم كفرا. لكن هنا يجب أن نفرق بين الوطء والجماع وجامع. الوطء فعل الرجل حتى وإن كانت الزوجة كارهة رافضة، أما الجماع فهو حال الرضا والقبول من الطرفين، وفي هذه حالة تكون الكفارة عليهما معا. لذلك هنا الآية صرح الله سبحانه وتعالى بالزاني والزانية، قال الزانية والزاني، الزانية والزاني، ليزيل هذه الشبهة وهذا الخلاف. وفي هذه المسألة طبعا الذي استفتى الرسول صلى الله عليه وسلم هو رجل، ولو كانت المرأة لقال لها كفري، والحكم خاص بمن استفتى. طيب هاي نقطة. النقطة الثانية، لماذا قدم الزانية على الزاني بينما في آيات السارقة يقول والسارق والسارقة، بدأ بالمذكر، أما في موضوع الزنا فقدم المؤنث قال الزانية. لماذا هذا الاختلاف في التعبير القرآني؟ قالوا لأن دور المرأة في مسألة الزنا أعظم ومدخل أوسع، فهي التي تغري الرجل وتثيره في عواطفه. لذلك أمر الحق تبارك وتعالى الرجال بغض البصر، وأمر النساء بعدم إبداء زنا، ذلك ليسد نوافذ هذه الجريمة. أما في حالة السرقة فعادة يكون عبء النفقة ومؤنة الحياة على كاهل الرجل، فالسارق يعني تنسب للذكر أولا فهو المكلف. فلنجد أن القرآن الكريم كلام القرآن موزون، ميزان دقيق في كل كلمة وكل حرف، فهو كلام رب حكيم، وليست هي فقط تقنين وقوانين. إذن الزانية والزاني، عرفنا ليش قدم الزاني على الزاني، لأنه الزانية يكون حظه في هذا الموضوع أوفر. ثم يأتي الحد الرادع لهذه الجريمة، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. اجلدوا أمر، لكن لمن هذا الأمر؟ هل هو للمجتمع، كل المجتمع، أمر إقامة الحدود؟ لا طبعا، هناك قضاء وهناك نائب عام وهناك قوانين وهناك أنظمة هي التي تقوم بهذا الدور، وهناك ولاية، ومن ولى قاضيا فقد قضى. وما دام الأمر كذلك فعلينا أن ننتبه أن الأحكام والحدود لا يمكن أن يقوم بها
الناس بعضهم لبعض. طيب فجلدوا الجلد، الجلد ضرب بكفيه خاصة بحيث هذا الضرب لا يقطع لحما ولا يكسر عظما، لأن الضربة حسب قوتها وحسب الآلة المستخدمة في الضرب، فمن الضرب قد يكسر العظم ولا يقطع الجلد، ومنه ما يقطع الجلد ولا يكسر العظم، ومنه ما يؤلم دون هذا وذاك. إذن واضحة أصبحت الزانية والزاني، فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، تحذير من الرحمة الحمقاء، رحمة في غير محلها. وعلى حد قول الشاعر: فقص ليزدجر ومن يك حازما فليقص أحيانا على من يرحمه. فالرأفة لا تكون في حدود الله، ارأفوا بهم في مسائلكم الخاصة فيما بينكم. وعجيب أن يدعو بعض الرأفة في مسائل كهذه وهي من ناحية أخرى تؤدي إلى انتهاك الحرمات والأعراض والنسل، وتؤدي إلى القتل، وتؤدي إلى مشاكل كثيرة جدا. فلا مجال للرحمة والرأفة في حدود الله، فلسنا أرحم بالخلق من الخالق. وما وضعت الحدود في القرآن حبا في تعذيب الناس، إنما وضعت وشدد عليها لتمنع الوقوع في الجريمة، للمنع وليس للقطع. فعندما تقطع يد واحدة نمنع بها قطع آلاف الأيادي. والذين يتهمون الإسلام بالقسوة والبشاعة في تطبيق الحدود آنسوا ما فعلوه في هيروشيما والقنابل النووية، وما أشعلوا في العالم من حروب عالمية، وما قتلوا من ملايين. هذه أين الرحمة فيها؟ بينما هنا تأخذهم الرحمة. طيب الجلد 100 جلدة يخص الزاني غير المحصن، يعني غير المتزوج. المهم المتزوج فله حكم آخر لم يأتي في القرآن، إنما أتى في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك لأن القرآن الكريم ليس كتاب منهج فقط، إنما كتاب منهج ومعجزة ومعه أصول. هذه الأصول أنه قال في آية من آياته: إننا وكلنا رسول الله فأن يشرع للناس، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا تشريع، فلا يجب أن نتمحك وأن نقف ونقلب الألفاظ ونؤول. فالنبي صلى الله عليه وسلم مشرع، وطالما أنه رجم الزاني والزانية المحصنين في قصة ماعز والغامدية لأنه مفوض من الله، ولابد أن نفرق بين الحدين. في حد الأمة إن زنت يقول تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. البعض فهم من الآية أنها تشمل حدي الرجم والجلد، فقالوا في الجلد يمكن أن تجلد 50 نص المية. طيب الرجم كيف يكون النص؟ كيف نجزئ الرجم؟ وما دام الرجم لا يجزأ فليس عليها رجم. لكن لو تأمل هؤلاء نص الآية لخرجوا من هذا الخلاف. فالحق سبحانه لم يقل فعليهن نصف ما على المحصنات وسكت، إنما قال من العذاب، فخص بذلك حد الجلد للرجم، لأن العذاب إيلام حي، أما الرجم فهو إزهاق حياة. إذا تجزئة الحد في الجلد فقط، أما الرجم فلا تجزئة. فإن زنت الأمة المحصنة المتزوجة يعني رجمت. والمعنى: إن كنتم تؤمنون بالله إلها حكيما مشرعا خلق خلقا ويريد أن يحمي خلقه ويطهره ليكون أهلا لخلافته في الأرض، الخلافة الحقة، فاتركوا الخالق يتصرف في كونه وفي خلقه على مراده عز وجل. إذن الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أنه من يؤمن بالله واليوم الآخر يقر بما أمر به الله، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ليش؟ لأنه الأمر لا يقف عند حد التعذيب والجلد، وإنما عند
حد الردع والعبرة، لتشوف الناس يشوفوا ماذا يجري بالذي يزني والذي يفعل هذه الفحشة الكبرى. والطائفة هي جماعة أقلها أربعة، وعندما يشهد الناس فهي إهانة إضافة إلى العذاب، فكأنه أراد سبحانه أن يهينهم إضافة لتعذيمهم، فمشاهدة الحد إهانة لصاحبه، وهي أيضا زجر لمن يشاهد، ونموذج عملي رادع. لذلك يقولون الحدود زواجر وجوابر، زواجر لمن شاهدها أي تزجره عن ارتكاب ما يستوجب هذا الحد، وجوابر لصاحب الحد تجبر ذنبه وتسقط عنه عقوبة الآخرة. فلا يمكن أن يستوي من أقر وأقيم عليه الحد بمن لم يقر ولم يقم عليه الحد. وزنا نعلم لا يثبت إلا بشهود. أما بالنسبة للزواج هلا سيأتي الموضوع، موضوع الإقرار وما يتعلق بذلك. يتابع المولى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، لأن الزواج يقوم على التكافؤ حتى لا يستعلي أحد الزوجين على الآخر، والزاني فيه انحطاط وخصة، فلا يليق به إلا خسيسة زانية أو أخص مشركة، لأن الشرك أخص من الزنا، فالزنا مخالفة لأمر توجيهي من الله، أما الشرك فهو كفر بالله، لذلك المشركة أخبث من الزانية. لذلك ما نقوله في زواج الزاني نقوله في زواج الزانية، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وهنا يعترض البعض: كيف إن كانت الزانية مسلمة إن ينكحها مشرك؟ قالوا: التقابل هنا غرضه التهويل والتفضيع فقط لا الإباحة، لأن المسلمة لا يجوز أن تتزوج مشركا أبدا، فالآية توبيخ لها. ثم يقول تعالى: وحرم ذلك على المؤمنين. فهذا سبب طهر الأنسال، أن يحرم الله تعالى الزنا، فيأتي الخليفة طاهر النسل والعنصر، محضونا بأب وأم، مضمونا بدفء العائلة، لا يتحملون عليه نسمة الهواء، لأنه جاء من وعاء طيب طاهر نظيف. فهنا بدأ هذه السورة، سورة النور، بدأت بموضوع الخطير وهو الزنا، وهذا الموضوع الذي يتعلق بالأعراض والأنساب والأنسال، ويتعلق بتكوين الأسرة والمجتمع والعلاقات الاجتماعية، كل هذه الأمور. فالزنا وارتكاب هذه الفاحشة يهدد المجتمع السليم، يهدده بضياع الأنساب، ويهدده أيضا بضياع الأخلاق وضياع القيم، فهي من أول ومن أهم القيم التي يمكن أن تحافظ على المجتمع وعلى الأسرة. ولو أبيح الزنا كما نرى في الغرب وصلوا إلى المثلية الجنسية ووصلوا إلى كل المحرمات، أما في مجتمعاتنا التي يضبطها الشرع الإسلامي والتي يضبطها الإسلام ويضبطها أيضا الشرع المسيحي من خلال الزواج بالكنيسة، الزواج الذي يتم على الشرع والذي يتم وفق الأصول بالإجابة والقبول وشهادة الشهود وما يتعلق بالأحكام المتوالية التي تحصن الأسرة، فكان أول ما يهدم المجتمع وبناء الأسرة بشكل أساسي هو إباحة الزنا في المجتمع. وما أباح قوم الزنا إلا سلط الله عليهم من الأمراض والأوباء، وهذا فالزنا فاحشة كبيرة، إنها ساءت سبيلا كما تحدث المولى سبحانه وتعالى عنها. نتابع في اللقاء القادم بإذن الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفعل ما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه سميع مجيب،
وبالإجابة الجدير، والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.